تدخلت مسار الحمايه المدنيه ولايه ورقلة لاجل حادث مرور صبيحه اليوم. الحادث المرور يتمثل في اصطدام شاحنه ذات مقطوره بسياره سياحيه وحافله نقل المسافرين تشمل خط وهران حاسم سعود. خلف هذا الحادث خمس وفيات وإصابة 13 شخص بجروح متفاوتة، نقلوا من طرف مصالحنا إلى مستشفى محمد بوضياف بورقلة. مصالح الحماية المدنية سخرت 6 سيارة إسعاف وحافية وشاحنة إطفاء، وكذا 30 عون بمختلف الرتب.